اليوم أصبحت في المدينة نضربوا الغوش ولا ما نخرجوش. أول حاجة درت مشيت شربت كافي نوار بأتاي، مشيت للجامع حسن الثاني باش نصلي الظهر في التواني. راه الحياة سهلة غير حنا كنعصوا الله سبحانه وتعالى. توضيت صليت وارتاحيت، كل شي كيعرفنا والكونت ديالي مفضي، ما عرفت منه ولا من الرابو المعتادي. تلاقيت مع الخوت في بوكا جانيور، طلعت البارفيكس نتريني على الكوادريسيبس، مشيت الحمام هزيت لامان، ما جات حتى بنت الناس عارفين ان يلا كان ربي الساس. يا الله تهلا.